كابتن ربيع، يعني خلينا نرجع شويه كده للمؤامره الكونيه. المؤامره الكونيه اللي دايما معموله وحمله التشكيك، ويعني حاجه صعبه جدا لما يقول لك ان القرعه بتتعمل عشان تتفصل النادي الاهلي عشان ياخد هذه البطوله، وما كانش الكلام ده موجود. ورد الحاج عامر حسين قال يا جماعه ان قرعه نصف نهائي البطوله العربيه متفق عليها قبل انطلاق المنافسات. شايف الموضوع ده ازاي؟ وليه يثار مثل هذا الجدل وحمل التشكيك دي في الوقت ده والبطوله معموله على ارضك انت المفروض تنجح فيها وتكبر فيها؟ شايفها ازاي؟ ده اول مباراه كمان الاهلي تهزم فيها، واول مباراه الاهلي تهزم فيها، والاهلي ما كانش داخل اصلا بطموحات ان هو ياخد البطوله، كان داخل ان احنا زي ما اتفقنا شوف اللعيبه، كابتن حسام يشوف اللعيبه، حتى الكابتن حسام كمان سافر يعني. دي حقيقه. لا الكبير كبير، واحنا طول عمرنا بنعتمد على توفيق الله ثم الاسباب. الناس مش عارفه ان في اسباب كونيه لابد العمل بيها عشان ربنا يكرمك. 132 بطوله تقريبا في تاريخ النادي الاهلي جد بفضل الله ثم بالعمل والجهد والكفاح والاخلاص والعوامل الاداريه والفنيه، كل واحد دي منظومه كامله متكامله من 1907 وهي عارفه بتعمل ايه. تمام. وهي عارفه بتعمل ايه. تمام. فالنهارده مش الاهلي القرعه، هو القرعه، هو قال لك دور الاربعه بالقرعه خلاص، دي بطوله ومنظمينها وفي اتحاد وفي رجال وفي نظام وفي، انما الاهلي بصرف النظر من وجهه نظري انا مش مستني اي فريق. النادي الاهلي بفضل الله تعالى ممكن يقابل اي فريق لانه هو جاهز لاي فريق. بالظبط. من وجهه نظري انا بالزبط. وانا بتكلم بما يرضي الله، والله بالزبط. بما يرضي الله بتكلم بعقل وبعين وبخبرات وبفنيات واداريات. النادي الاهلي بفضل الله تعالى في هذا الوقت قادر ان اي فرقه تلعبه بامر الله يكسبها بعون الله وتوفيقه. بالظبط. لان ما بتكلم على قدرات عندي قدرات، بتكلم على تشكيل عندي تشكيل، بتكلم على توظيف عندي توظيف، بتكلم على بديل يا ميدو عندي بديل، بتكلم على حب عندي حب، بتكلم على فنيات عندي فنيات، بتكلم على جمهور فنيات. كمان فنيات ده انا ماشي لك واحده واحده. بالزبط. بالزبط. فنيات عشان الناس ما تفتكرش ان الموضوع فنيات، خد بالك في جوانب كتيره جدا تدريبيه، واخد بالك، وفي جوانب كبيره جدا بيجهزها حسام بدري بفرقته عشان يكسب المباراه. في قراءه منافس، في خد بالك جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي طول عمره واثق بنسبه 100% كلنا قاعدين الماتش اللي فات الاهلي هيكسب، الاهلي هيكسب، ودي حصلت كتير في عهدك وعهد سمير وعهدي ومن ساعه نشاه النادي الاهلي لحد دلوقتي. الدليل ان الكيان بفضل الله تعالى عارف طريقه فين. بالظبط. كيان عارف طريقه فين، طريق البطولات ازاي. بالظبط. والنادي الاهلي خلي بالك برضو في نقطه، عشان برضو بيصرف الملايين يا ميدو عشان يكسب، بيشتري لعيبه. بالظبط. وبيشتري قدرات وبيصرف. كلام مهم جدا جدا، دي حقيقه. الناس بيصرف ملايين عشان النهارده بيكسب وعشان يمتع جمهوره وعشان يجيب بطولات وعشان يعمل مجد وعشان الاهلاوي اللي بيشجع الاهلي ويحبه يسعد. يبقى ماشي يقول لك لا انا بفخر ان اهلاوي، يبقى قاعد في مدرجه كده مبسوط. فهو ده النادي الاهلي. فالنادي الاهلي من وجهه نظري اميدو انه مستعد، يجي الترجي، يجي خد بالك الفيصل، يجي المستعد، لان نملك توفيق الله سبحانه وتعالى ثم اللي نملكه مدير فني على اعلى مستوى بجهازه، جمهور على اعلى مستوى. عندنا الجمهور ده حاجه ما شاء الله، حاجه في المنظومه رقم واحد. وبعد كده تملك لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه رجاله يملكون الروح ويملكون الفكر التكتيكي الحاضر الحديث بمفهومه. وفي نفس الوقت عندك اداره واقفه في ظهر الجهاز، اداره واقفه وسط اللعيبه، اداره واقفه، مين يملك ده؟ خد بالك. فعشان كده الاهلي انا من وجهه نظري اجهز فرقه في البطوله. انا قلت الكلام ده ميدو بعد هزيمه حتى الفيصل الاردني، قلت لكم اجهز فرقه قلت والفرقه المرشحه للبطوله النادي الاهلي.